استاذ عادل وصل يا محمدي؟ من بدر يا سعد لبيب. طيب. صباح الخير يا ابو بيه. صباح الخير يا عادل. صباح الخير. انا كنت لسه هطلبك. حضرتك اتاخرت شويه النهارده يا فندم. ده تقرير الطبيب الشرعي في قضيه الحوت ومطابق لسيادتك في الورق. طيب ضمه لملف القضيه عشان الجلسه الجايه. خد يا مصطفى حط في ملف قضيه عبد السلام الحوت. دي بتاعت وصل الامانه. والمتهم جبناه يا فندم والست قاعده في مكتبي. طيب خليهم يدخلوا. تمام يا فندم. طيب خلاص. اسمك احمد مصطفى عبد الدايم؟ ايوه يا فندم. سنك كام سنه وبتشتغل فين؟ 30 سنه موظف في مصلحه المجاري. واطلعناه على الايصال موضوع الدعوه وسالناه. الايصال ده بخطك وامضتك؟ طبعا طبعا يا سعاده البيت. امال يعني ايه؟ هتبلى عليه؟ اسكتي يا ست انت دلوقتي. لا يا فندم مش خطي. بص كويس. بصيت يا فندم وبقول لحضرتك ده مش خطي. وأنكر المتهم أن الإيصال موضوع الدعوة بخطه وإمضاه. يعني الإيصال مزور. مزور؟ مزور ده إيه يا سعادة البيت؟ ده كاتبه عندي في أوضة النوم. تنكر يا أحمد؟ حتى بالأمارة يومها كنت قاعد على طرف السرير و الوصل ده مزور يا سلام يا فندم ومعرفش عنه أي حاجة. إلهي تمشي في لسانك يا بعيد. بس يا ست أنت. حاضر. ممكن تقول لي إيه علاقتك بالست دي؟ يا سعادة البيت يا سعادة البيت ده كان عايش معايا 3 سنين وكان معاشرني فيهم بالجواز. كذبه يا سعاده البيت، انا ما كانش في بيني وبينها اي حاجه. نعم. دي مجرد معرفه قديمه وكمان يعني مصر ان الايصال مزور. ايوه يا فندم. واصر المتهم على الطعن بتزوير الايصال موضوع الدعوه. عندك اقوال تانية؟ لا يا فندم. بس انا بقى عندي يا سعاده البيت. بعدين تؤخذ عينة من خط المتهم وتحول لخبير الخطوط للفحص والمطابقة. اتفضل امضي على أقوالك. حاضر يا سعادة البيه. كده برضه يا أحمد تاكلني لحمة وترميني عظم. منك لله يا مفتري. خلاص يا ست أنت. وأنت هتستنى في أوضة الأستاذ عادل. حاضر يا سعادة البيه. أنا هوريك. أنا وراك والزمن طويل. أنت فكرك يعني أنا هسيبك؟ كتبوا نفس الصيغه يا عادل. حاضر. جابوا البنت بتاعت الدعاره والسرقه؟ موجوده يا فندم. طيب خليها تدخل. تمام يا فندم. دخل عنايات ابراهيم متولي. حاضر يا فندم. الو. ايوه يا سيام. طبعا ما كنتش فاكر النهارده عيد جوازنا. معلش على اي حال انا ما كنتش فاكره. انا كمان بابا هو اللي فكرني ومصر انه يعزمنا بره. عازم شويه ناس. ايوه هناك. ارجوك يا رؤوف ما تتاخرش، خلص شغلك وتعالى على طول. ازاي بس هنسى يعني؟ فاكر طبعا يا سيام. ما تنوعش كده. تمام يا فندم. عنايات ابراهيم متولي. طب خلاص. حاضر يا فندم. ايوه يا سيام. خلاص يا سيام مش معقول اني هنزل. مع السلامة. تصور يا عادل إنه النهارده عيد جوازنا وأنا ما كنتش فاكر. كل سنة وأنت طيب يا فندم. وأنت طيب. أنتِ عنايات إبراهيم أزهار. محسوبتك عنايات. بيندهولي يا عنبة. أزهار مش معقول. تحت أمرك يا بيه، وتحت أمر كل البهوات اللي في الدنيا. هو في عادل يا بنت انت وتكلمي كويس؟ الله، ما هو سعادة البيه عمال يبحلقلي زي ما يكون هيصورني. بس يا بنت انت اخلصي خالص ولا كلمة. أزهار انتي دي ما قلنا عنبة، هو حضرتك بتشبه ولا بتشبه؟ بقول يا فندم، يظهر سيادتك تعبان شوية النهارده. ايوه تمام يا فندم. سلمها للمخصوص يرجعها دلوقتي وتيجي الصبح بدري. حاضر يا فندم، يلا بينا. اوعى. خير يا رؤوف بيه؟ كفايه النهارده يا عادل، نكمل بكره. ايوه خدمه يا سعد بيه. لو سمحت انا عايز اسال. كل حاجه موجوده يا سعد بيه، وباسعار الحكومه والعصت السوبر يا بيه. في انت فاكرني من بتوع التموين؟ لا انا بسال عن عم احمد اللي كان صاحب الدكانه دي. تعيش انت يا سعد بيه، ده مات من زمن. طب انت تعرف عيله عم ابراهيم النقاش؟ ابراهيم النقاش اللي كان ساكن في البيت اللي قصادكم، كان عنده بنت اسمها ازهار. لا مؤاخذه بقى يا سعد بيه، أنا أصلي واخد الدكانة دي من سنتين بس. اسأل أي حد تاني يقدر يديلك يا بيه. إبراهيم النقاش مين؟ إبراهيم النقاش أبو أزهار. لا وأنت الساد، دي شقة الأستاذينهم السنكال. أمال عم إبراهيم راح فين؟ وأناش عرفني، قال لك عليا شحارة؟ ومعانا العسلية ونبوت الغفير يا ولاد. بتعريفة الوئية يا ولاد. أم فله. العسلية. نبوت الغفير. بتعريف الوهية يا ولاد. أم فله أنت مش فاكراني؟ أنا رؤوف يا أم فله. رؤوف اللي كنت ساكن فوق عم إبراهيم النقاش. فاكرة عم إبراهيم؟ فاكرة بنته أزهار؟ منه لله اللي كان السبب. استكتر جريها علي. يا ما اتحايلت عليها وقلت لها خليكي، ده أنا وحدانية يا فل، ده أنا رجلي والقبر يا بنتي، ده أنا مش عوالة يا فل. أعمل إيه؟ منه لله البعيد. جريت ورا جوزها وسابتني. قلت لهم خليكوا، سرقوا خرجتي ومشي، فكوا كيس المرتبة وخدوا القرشين، منهم لله. ومعانا العسلية ونبوس الغسيل يا ولاد، بتعريف الوهية يا ولاد. ومعانا العسلية، معانا نبوس الغسيل، العسلية ونبوس الغسيل يا ولاد. حضرتك الغدا رؤوف بيه؟ امال الست فين؟ هي والبيب كبير في النادي من الصبح. ايوه. بقول يا زينب ما تقوليش للست، ده انا جيت هنا الاول. حاضر يا فندم. يا بابا قلت لك قبل كده، ده مش ممكن يحافظ على مواعيده، هي دي اول مره. معلش الغايب حجته معاه. هو شغل نيابه كده يا سهام، ملوش مواعيد. سالت عليه في المكتب قالوا لي خرج من بدري. اهو رؤوف وصل اهو. أرجوك يا بابا. عن إذنكم. اتأخرت كده ليه يا رؤوف؟ مش عارف إن في ناس جايين؟ معلش يا عمي، كان عندي شوية شغل. جبت لمراتك هدية ولا نسيت زي العادة؟ الحقيقة إنه أصل الميعاد كان. أي حال أنا عامل حسابي. خد دي هدية. روح صالحها حيلها كده بكلمتين حلوين. يلا. كل سنة وانت طيبة. لسه فاكر؟ معلش ما انت ما كنتش فاكرة انت كمان. بس انا فكرتك وكان لازم تحترم الميعاد، مش تحرجني قدام الناس يقولوا ايه دلوقتي. معلش سامحيني، كنت مشغول. مشغول لو كنت مهتم بيا كنت عملت حسابك. معلش يا حبيبتي كان عندي معاينة. يلا الناس مستنينا. انا هرجع معاك بس عشان خاطر بابا والناس اللي جايين لي. ازيك يا أزهار؟ ازيك انت يا سي رؤوف؟ والله يا رؤوف يا ابني الروماتيزم هيموتني. سلامتك، ألف سلامة. خطوة عزيزة يا سي رؤوف، محدش بيشوفك يعني، ولا احنا مش قد المقام بقى؟ لا ازاي بس يا ست ام أزهار، ده احنا اهل، بس هي الكلية والمذاكرة وحضرتك عارفة ان ميعاد الامتحان قرب. ربنا يعينك يا ابني. الشاي يا أزهار. حاضر. ملوش لزوم. ازاي بقى؟ دي أزهار بتعمل الشاي حلو قوي. يلا يا بنتي. حاضر. اتفضل. نسيت اقول لك، جالك جواب الصبحيه واستلمته أزهار بنتي، اصله مسوجر. ده لازم البلد. والله فيه الخير الحاج يوسف، هو الوحيد اللي بيسأل عليا. مين؟ أزهار؟ لا 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 يا أزهار، ده كتير ده يا أزهار، انتوا كده مغرقيني بجمايلكم. ما تقولش كده، دي كلها حاجات بسيطة. دوق كده، إياك يعجبك. مين اللي عمل الأكل ده، أنتي ولا ماما؟ أنا. يبقى أكيد هيعجبني. على فكرة أنا قريت الكتاب اللي أنت اديتهوني كله. عجبك؟ ما فهمتش منه ولا كلمة. مش كنت تديني قصة اتسلى فيها أحسن؟ ده أحسن من القصص. القصص دايماً بتبقى مليانة أكاذيب. لكن الكتب دي هي اللي تخليك تفهم الدنيا على حقيقتها، وتعرفي إيه اللي صح وإيه اللي غلط. لأن اللي بيكتبوها هدفهم يوصلوا للحقيقة من غير لفة أو دوران. كلامك ده بيحصرني على نفسي يا رؤوف، عشان ما كملتش عليه. ده مش ذنبك يا أزهار، ده ذنب الظروف اللي انت وانا عايشين فيها، واللي لازم تتغير. اوعي تفتكري انه كان سهل عليا اكمل تعليمي، ابدا. انا على طول عايش في خوف وفي قلق من بكره، من السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها. لولا وقوف الدكتور راشد جنبي يمكن مصيري كله كان اتغير. تعرفي يا أزهار، أنا بحلم باليوم اللي يبقى فيه فرصة لكل واحد إنه يعيش ويتعلم. محتاجين الدنيا دي علشان نعيشها ونتمتع بيها، مش عشان نتعذب ونتحرم. كلامك حلو أوي يا رؤوف. صدقيني يا أزهار، لو كل كلام الدنيا اتجمع مش هيجي حاجة جنب ابتسامتك الحلوة. رؤوف، ولو فضلنا نحب بعض يا أزهار هنحقق حاجات كتير، ومين عارف يمكن بكرة يكون في صفنا. عنايات ابراهيم متولي فين؟ نعم يا شويش. تعبت امي، حازم عمرو عاوزك. طب مش تستنى لما افتح النوم اللي في ايدي؟ تعبت بلاش غلبه، طلع بره يلا. استني هنا. بقولك يا شويش. ايوه. ما تعرفش عايزني في ايه؟ امشي بلاش غلبه قدامي يلا. اقعد استريح يا أزهار. ما تصوريش كانت مفاجأة بالنسبة لي قد إيه لما شفتك امبارح في المكتب. ما كنتش مصدق عينيا. ايه اللي عمل فيكي كده؟ امبارح ما عرفتش اكلمك، قلت اجي هنا عشان نتكلم حريتنا. انا عارف اني اتخليت عنك فجأة، لكن ده كان غصب عني. الاقيش معاك دخان؟ سجاير يعني؟ طبعا طبعا. خليها معاكي. تشكر يا سعد البيه. امبارح لما شفتك ما قدرتش استنى، رحت الحاره ازهار، طلعت بيتكم. تصوري ما لقيتش حد يعرفني، حتى ام فله ما قدرتش اعرف منها حاجه ساعتها، بس حسيت بالزمن اللي فات. كنت فاكر ان اللي حصل ده كانه امبارح، اتاريه بقاله كتير. فاكرة أزهار قد إيه كانت أيام جميلة. البيه أزهار داخل في المقدر جديد. أزهار دي أزهار 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 جراية بيه، هو اللي طلع عليك اسمه أزهار. قلت لك اسمي عنبة. ليه بتعملي فيا كده أزهار؟ قصدك إيه؟ قصدك تعذبيني؟ يا ندمتي معش اللي يعذبك يا سعادة البيه. أمال ليه عاملة نفسك مش فاكراني؟ قطيعة، وانا هفتكر مين ولا مين؟ بيني وبينك يا سعاده البيه ما بقتش افتكر الناس وهي لابسه هدومها. ايه اللي بتقوليه ده يا اسهار؟ ده انا رؤوف، رؤوف اللي كان جارك وكنت بتحبيه وكان بيحبك. الظاهر بقى البيه غلط في العنوان. تلزمش خدمه تانيه. انا كنت عايز اقولك اني درست قضيتك كويس، ما تخافيش انا هساعدك واقف جنبك. مالك يا اختي راجعه مدلدله كده ليه؟ ما قلتلك يا منيله الشغل مع المعلمه جمالات قضم. يبان عليا راجعه مزاجها منيل خالص. خدي يا اختي خدي، اعدلي مزاجك ولا يهمك. خدي خدي عفاري. تعرفي يا أزهار، لو كل الناس حبوا بعضهم زينا كده ما كانش بقى في الدنيا دي أي مشاكل. هتستلم الوظيفة امتى؟ الوظيفة؟ لسه محتار. محتار ليه؟ انت مش قلت خلاص هيعينوك في الجامعة؟ انا ما بقتش متحمس للجامعة بعد الدكتور راشد ما سابها. هو رأيه ان النيابة احسن، وبينه وبينك عنده حق. برضه كلمة وكيل نيابة لها تقولها في المجتمع. الله، هتبقى ظابط يا رؤوف؟ هتلبس نيلي؟ ظابط ايه؟ بقول لك وكيل نيابه. انا عارفه بقى. رؤوف، احنا هنتجوز امتى؟ انا خايفه. حبيبتي ما تخافيش، وانا جنبك من هنا ورايح. اعتبري نفسك مراتي. نفسي ابقى مراتك قدام الناس كلها. انت مش هتخش تنام يا أزهار؟ مش جاي لي نوم ياما. مش جاي لك نوم ولا مستنيه بسلامته؟ الا قولي لي، هو ما جاش لحد دلوقتي يكلم ابوكي ليه؟ مستعجل على ايه ياما؟ بكره يجي. طيب يا اختي انا هخش انام، ما تنسيش تقفلي شيشه البلكونه قبل ما تنامي. صباح الخير. مع السلامه يا رؤوف، تصبح على خير. رؤوف. أزهار انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ كنت فين يا رؤوف؟ شغلتني عليك. اما كنت في حته دي نسهر يا أزهار، ناس عايشه في عالم تاني ولا عندهم اي فكره عن اللي زينا. حقيقي بقى احنا مش عايشين. انت بتتكلم عن مين بس؟ عن الدكتور راشد. اصله يا ستي قال ايه، كان عامل حفله بمناسبه نجاح بنته في الليسانس. مالك يا أزهار؟ مفيش. أزهار هو انت ما عندكش غير سيرة الدكتور راشد ده؟ الدكتور راشد جمايله مغرقاني. تصور انه جاب لي قرار التعيين بنفسه وعمل محاولات كبيرة جدا عشان استنى هنا في مصر. يا سلام. اصله بيعتبرني احسن تلامذته. وبنته عامله ايه معاك؟ سيام؟ يا لطيف على سيام، حاطه مناخيرها في السما. لولا انها بنت الدكتور راشد ما كنتش اتكلم معاها نص كلمه. مش عارفه يا رؤوف، كل ما بتيجي سيره الدكتور راشد ده وبنته قلبي بينقبض. ليه؟ خايفه. لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا عارف كويس انا عايز ايه من الناس دي. يا خبر، بابا زمانه جاي. طب اقدر اعرف ده كمان ماله؟ اسطى سباك قد الدنيا، بيكسب 5 جنيه في اليوم، يعني اي بنت في الحاره تتمناه. مش عايزاه مش عايزاه. طب المعلم طلبه الفاكهاني قلنا متجوز وعنده عيال، وقبليه شمس بتاع الكشري وما كانش عاجبك منظره، انما عباد ده ما يتعيبش يا ازهار. الجدع كسيب يا بنتي وشريكي. ياما مش هتجوزه مش هتجوزه. ارحميني بقى. ارحمك؟ انا عارفه مين اللي مايل دماغك، لكن لو فيه الرجا كنت عذرتك. الجدع يا بنتي من ساعه ما مشي وما نعرفش فين سكته. تقدري تقولي لي مستنيه ايه؟ ياما افهميني، انا ما اقدرش اتجوز غير رؤوف. ما اقدرش. يلا يا ازهار زمان ابوكي جاي. يا بنت اعملي لك همه. حاضر يا ماما. شهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سمعتيش يا ام أزهار؟ خير. الأستاذ رؤوف اللي كان ساكن عندنا فوق السطوح مش اتجوز. ده حتى صورته هو وعروسته في الجورنال اهي. بس أنا واخد على خاطري منه، اللي ما جه دعانا ولا قالش حالكم، هو ما كانش عيش وملح ولا إيه؟ ربنا يهنيه. أزهار! بنتي عنب انت سطرتي ولا ايه؟ والله يا فندم رأي سيادتك سليم، وخصوصا ان المحضر في النقطة دي فيه شوية غموض شوية. لا 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 عادل، أنا متأكد إن الراجل ده بيدعي عليه حكاية السرقة. ادخل. صباح الخير يا سعد لبيب. صباح الخير. حسين عبد الحميد، سيادتك طلبتني؟ اتفضل اقعد يا أستاذ حسين. شكرا. أنت بتتهم عنايات ابراهيم بسرقة مبلغ 200 جنيه. المحفظة كانت موجودة على الكومودين وفيها 200 جنيه يا سعد لبيب. احنا اللي ثابت عندنا في المحضر انه بتفتيش المتهمة تفتيشا ذاتيا لم يعثر معها الا على الاحراز المرفقة، ده معناه انه ما كانش معاها فلوس. طب وانا ذنبي ايه؟ مش يمكن تكون بلعتهم؟ في حد يبلع 200 جنيه برضه يا استاذ حسين؟ يمكن رميتهم الشباك يا سعاده البيه. حكم دول ولاد حرام قوي يا سعاده البيه. دي دخلت عليا في الاول على انها هتخدمني وتغسل هدومي. بس المتهمه يا استاذ حسين بتمارس الدعاره، وسبق اتهامها في قضايا مشابهه، يعني دخلت بيتك بغرض محدد عشان يعني. لا 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 يا سعاده البيه، انا راجل مش بتاع الحاجات دي، انا راجل محترم. طبعا طبعا طبعا، بس اقعد. انا راجل محترم، مش اقعد. خلينا نتكلم. يعني مش جايز تكون انت مثلا حاولت معاها قومتك مثلا يعني؟ تقصد ايه يا سعاده البيه؟ يعني احيانا في الحالات دي بيبقى في طلبات معينه شاذه يعني ممكن تقابل بالرفض. ارجوك انا لا اسمح بالكلام ده، انا راجل محترم. شاذه؟ شاذه ده ايه؟ خلاص يا استاذ حسين، بس ما يقوليش شاذه. اتفضل استنى بره شويه. شاذه شاذه. مش قلت لك يا عادل؟ ما هو واضح جدا يا فندم، بس ده لا ينفي التهمه الثانيه، الدعاره. ايوه بس ده موضوع تاني. صباحك فل يا سعاده البيه. انت عايز ايه يا راجل انت؟ محسوبك زغلول ابو شنب ولي امر البنت عنب، مش فاكرني ولا ايه؟ من غير مؤاخذه مش عنبه كلمت حضرتك عني؟ كلمتني؟ اصل عنبه كانت عايزه شويه حاجات فاستقضيتهم، والبركه في انفاس سعادتك تسلكهم. امشي يا راجل انت من هنا، انت ايه مجنون؟ دي حاجه تهرش المخ. صحيح. خد هنا يا راجل. خدامك يا سعاده البيه. بتشتغل ايه؟ مهندس لطافه، صاحب كشك حلويات ومرتبات واللازم منه يا بيه. طب امشي من هنا، مش عايز اشوفك هنا تاني، فاهم؟ طب وطلبات عنب ايه؟ ده هتزعل قوي يا بيه. هتمشي من هنا ولا ارميك في السجن معاها؟ معاها؟ في سجن الحريم يعني؟ طب وده هعمل ايه؟ هعمل فيه ايه يا بيه؟ يا هانم انا بشتغل في النيابه. فاهم يعني ايه نيابه؟ امال لو ما كنتيش خريجه حقوق وفاهمه طبيعه شغلي، يظهر انك زي ما دخلت الكليه زي ما خرجت منها. على اي حال انا ما كنتش محتاجه للتعليم، الدور والباقي على امثالك. لولا التعليم كان زمانك ميت من الجوع. مش انت اللي غلطانه، اللي غلطان هو انا، اني قبلت اتجوز انسانه بعقليتك دي. انت اتجننت؟ ازاي بتكلمني بالاسلوب ده؟ على اي حال انا مش هرد عليك، هخلي بابا هو اللي يرد عليك ويعرفك مركزك كويس. اسمع يا سهام، ما هو انت كمان بتطولي لسانك عليه، بتتعمدي انك تهينيه، ده مهما كان جوزك ولازم تحترميه. اهو انت كده يا بابا، كل ما اشتكي لك منه تقولي الكلام ده. الله يرحمك يا ماما، لو كانت عايشه ما كانش حصل كده ابدا. معلش يا بنتي، كل شيء وله حدود، وانت عارفاني انا طول عمري مع الحق. لا يا بابا، انت اللي دايما تيجي عليا. على كل حال سيبيني، انا هتفاهم معاه. انت متجوز وعايش مع اسرتك في 18 شارع الدرملي، مش كده؟ ايوه، لكن ايه لازمه السؤال ده؟ عايز اعرف ايه علاقتك بالشقه اللي تم القبض فيها على المتهمه دي؟ شقه انا؟ ايوه انا فاهم. المتهمه كانت معايا وقالت لي ان انت حاولت تمارس معاها. انا اصلي انا يعني على العموم انا منعت نشر التفاصيل دي في الجرايد، لان انت زوج وعندك اولاد وبرضه ليك مركزك، يعني تقدر تعتبر ان ال 200 جنيه دول كانوا منطورين كده ولا كده، وبعدين انت لقيتهم. لقيتهم يا سعاده البيه. فاضي يا لص. رؤوف بيه، ده ايه الشرف اللي حط علينا ده؟ اتفضل يا سعاده البيه، انا قلت برضه ان سعادتك مش هتنسانا. اتفضل يا بيه، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. اشرقت الانوار يا سعاده البيه، اشرقت. افتح لك حاجه ساعه؟ لا معلش. اهلا يا بيه، اهلا 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 يا رؤوف بيه. انت تؤمر يا بيه. اسمع يا زغلول يا بيه، زغلول ابو شنب. اسمع يا زغلول، انت تعرف ازهار؟ قصدي عنايات متولي. ياه، ده عمر يا سعاده البيه. البت دي ايه بقى؟ البت دي اصلها غلبانه قوي بعيد عنك. يظهر ان واحد ابن حرام ضحك عليها وما لقيتش حد يقف جنبها. المهم لقيتها ضايعه وملهاش حته تتوى فيها. حكمان قلبي رهيف قوي يا سعاده البيه، خصوصا مع الصنف ده. قلت اشغلها شغلانه شريفه تاكل منها عيش. انا قلت هي تقعد تاخد بالها من البيت وتخدم الجماعه والاولاد وتاكل لها لقمه نظيفه وتلاقي هدمه تسترها وفي اخر كل شهر تطلع بقرشين ينفعوها. قول خدتها عندي في البيت، نظفتها ولبستها وخليتها اخر اواجر. وقلت في نفسي هو ده زغلول، مفيش احسن من الشرف. الشرف الشرف يا سعاده البيه، الشرف. انا حاكم اعجبك قوي، اعجبك قوي قوي في مسائل الشرف دي يا سعاده البيه. وفين عبال ما توديكت وبقت تعرف اصول الشغل وبقينا ما نقدرش نستغنى عنها ابدا. قال ايه؟ سرقت عنبة تسرق؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا، ده حتى معروف عنها طول عمرها قنوعه. الله الله، رؤوف بيه على فين يا سعاده البيه؟ واحنا الحين نقعد؟ غريبة، الراجل ده عايز ايه بالظبط؟ احنا كنا بنقول ايه يا عادل؟ ومن المطابقة تبين ان الاوراق المالية المضبوطة ايوه فئة $100 هي من نفس العينة. ادخل. تمام. لو سمحت يا عادل يبقى انت استكمل البيانات دي وهطلبك بعدين. تحت امرك. بعد اذنك. اتفضل. ما تسيبني في حالي الله يخليك. جرى يا أزهار، أنا خلاص شلت لك تهمة السرقة. الراجل تنازل عن الدعوة وما بقاش فاضل غير تهمة الدعارة ما تخافيش يا أزهار، أنا هقف جنبك. مالك يا زهر؟ البيع عايز حاجة تانية؟ عايزك تثق فيه، عايزك يبقى عندك أمل، عايزك تبصي لقدام وتنسي كل اللي فات. شد حيلك امال يا بنت عنب، الاستاذ حسين معانا اهو، ما تبقيش عبيطه. براءه ان شاء الله. سكوت من فضلكم، كل واحد في مكانه. هات السجاير من فضلك. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على بيه رقم 1. عنايات ابراهيم متولي. حسين محمود المحامي حاضر عن المتهمة يا فندم. عنايات ابراهيم متولي، انت متهمة انك غير مذنبة يا فندم. نيابة اتفضل. النيابة تكتفي بالمذكرة المقدمة لعدالتكم وتطلب تطبيق مواد الاتهام مع مراعاة ظروف القضية الخاصة، وشكرا. لكن انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ده صبحي بيه السيد النهارده في النادي ما كانش ليه سيرة غير حكاية القضية دي. وفيها ايه يا عمي؟ الإجراء سليم 100%. أنا عملت الشيء اللي أملى عليا ضميري. في ظروف كتير في القضية دي ما اتقالتش في المحكمة، كانت تستدعي اني اطلب لها الرأفة. ظروف ايه؟ هي البنت دي مش ليها سوابق؟ ايوه ليها سوابق، بس ملابسات القضية دي بالذات بتؤكد انها مظلومة. واحد صاحبي كان يعرفها معرفة شخصية، حكالي حكايتها. واضح انها ضحية. لا يا رؤوف، وكيل النيابة زي القاضي تمام، ما يحكمش بعلمه الخاص ابدا. مفيش شك انك اتسهلت. من يا اخي المعروف عنك انك حنبلي. مش للدرجه دي يا عمي. انتوا مش هتبطلوا رغي؟ بقالكم ساعتين قاعدين تتكلموا. كنا بندردش في القضيه بتاعت امبارح. هو احنا مش هنخلص من القضيه دي ابدا؟ مش هتقوم نتعشى يا دادي؟ اه طبعا طبعا هنتعشى. ايه رايكم اعزمكم على عشاء في مكان لطيف بره؟ ها؟ اسال رؤوف اذا كان يحب. مفيش مانع، على الاقل الواحد يغير شويه. ما تقوم يا ولاد ترقصوا ولا مكسوفين مني؟ تحبي ترقصي؟ اذا ما كانش عندك مانع. اتفضلي. عن اذنك يا ولد. أي حاجة. هقول إيه؟ خلاص، ما عندكش كلام تقوله؟ لما أنت مالكش مزاج، خرجت ليه من الأصل؟ وبعدين يا سيام، ده وقت نكد. أنا برضو اللي بنكد ولا أنت؟ من ساعة ما جينا وأنت قاعد مبل. بابا هو اللي عمال يتكلم. نروح؟ يا ريت. يا أزهار استريح. انت عايز مني ايه؟ عايزك ترجعي أزهار زي ما كنتي. أزهار خلاص ماتت، عايز ترجعها تاني ليه؟ حرام عليك، انا من يوم القضية معرفتش انام. بلاش يأس. الإنسان طول ما هو عايش. كفاية بقى، طول عمرك بتتكلم كلام شكله حلو، أنت ما عندكش غير الكلام وبس. أزهار، شوف يا رؤوف بيه، أنت تشكر قوي على اللي عملته لغاية دلوقتي، وتشكر كمان لو سبتني في حالي. أنا مش ممكن أسيبك أبدا يا أزهار. ما أنا كنت عايشة حياتي وتعودت عليها خلاص. أنت إيه اللي رجعك تاني؟ الدموع اللي في عينيكي دي معناها إن أزهار اللي أنا أعرفها لسه ما ماتتش. لا ماتت يا رؤوف بيه. ماتت يوم ما سبتها لكلاب الشوارع تنهشها. أما خلاص أرى الناس اتجوهم عليا وكل وسخاتهم اتحطت جوايا. أزهار، إذا كنت بعت جسمك علشان تاكليه، أنا بعت حاجة أغلى. أنا بعت روحي ودلوقتي بدفع الثمن. أنا عارف إن اللي حصل لك كله ده كنت أنا السبب فيه، لكن ما كانش يعني. أنت السبب، أنا السبب، ما بقاش مهم. اللي حصل حصل وخلاص. أزهار، دي مش قضيتك لوحدك، دي قضية حياتي. أنا من ساعة ما شفتك افتكرت كل حاجة. أزهار ساعديني عشان نرجع كل حاجة زي ما كانت. زي ما كانت؟ هي في حاجة بترجع زي ما كانت يا رؤوف بيه؟ يا سيدي بقول لك ممنوع الدخول. أنا بس ما تفشفش دماغك. الله، احنا يعني بتوع بعض يعني. طب استنى هنا. تشكر القمر. ادخل. تمام يا فندم. واحد اسمه زغلول ابو شنب عايز يقابل سيادتك دلوقتي. خليه يدخل. حاضر يا فندم. يا صباح الفل، يا صباح القشطه يا رؤوف بيه. وماله؟ انا جاي اشكر سعادتك على اللي عملته مع البنت عنب. طب والله العظيم يا سعاده البيه. اسمع يا جدع، انت انا مش عايزك تتصل بالبنت دي تاني ابدا، ولو سمعت انك هوبت ناحيتها مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك طريق، انت فاهم؟ الله الله الله، جرايه يا سعاده البيه، ده كان اللي يشوفك يوم المحكمه كان. انت تمشي من هنا حالا وما تورينيش خليتك دي تاني. اللي تشوفه يا سعاده البيه، اللي تشوفه. انما ليه يا بيه؟ برع. اللي تشوفه يا سعاده البيه، اللي تشوفه يا رؤوف. وشرف امي اللي عامل لك زفه يوم خروجك ما حصلتش. انت اصلا ما تعرفيش معزتك عندي، ده انت الشغل من غيرك ملوش طعم يا عنبتي. ملوش لازمه يا زغلول، انا مش راجع الشغله دي تاني. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ ليه بلا قافيه؟ هتستلمي وظيفه في بنك ولا هيعينوك في مصلحه الارصاد؟ انا بتكلم جد يا زغلول، انا خلاص زهقت من العيشه دي. اه قولي لي بقى كده دلوقتي بس انا فهمت الفوله. اسمعي يا بت، انت بينك وبين الجدع بتاع النيابه ده ايه؟ كلامي انطقي، هو يقول لي ما تشوفهاش وانت تقولي لي مش نازله الشغل يا زغلول؟ هو ايه؟ حرام يعني الواحده تتوب؟ لا يا روح امك، بس دخول الحمام زي خروجه يا اموره، يكون في علمك انا اللي يخرج عن طوعه اقطع رقبته. اه هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. حرام عليك يا زغلول، ده انا برضه بني ادم. لا انت مش بني ادمه، انت عنبه، وهتفضلي طول عمرك عنبه، وكتر الكلام في الموضوع ده انا مش عايز. وشوف انت بتكلم مين. بقول لك فين أزهار؟ هو سيادتك عايز مين بالظبط يا رؤوف بيه؟ حاكم بلافيا نسوان كتير وبصراحه كده بتلخبط في اساميهم. يكونش قصدك دريه؟ انت دريه؟ عادي مش دريه. خش يا بنت. بنت موزه. انت موزه عادي. موزه طول بعرض بلافيا تملى العين. زغلول. خش يا بنت خش. يكونش قصدك البت عنبه. بنت عنبه تعالى يا بنت. قدام يا بنت ما تتكسفيش. ليه عملت كده يا أزهار؟ ليه رجعتي له تاني؟ رجعتي له ايه يا حدا من المؤاخذة؟ دي مراتي يا سعادة البيه. مراتك؟ ايوه مراتي. بنت عنبة. قولي له يا بنت. تحب اوريك القسيمة يا سعادة البيه؟ الكلام ده حقيقي يا أزهار؟ مش قلت لك يا رؤوف بيه اللي بتدور عليه ده صعب قوي. خش جوه يا بنت خش. انا بدر يا رؤوف بيه. شربت ولسه. طلعي بره يا بنت الطوية. بس قوم يا بنت. ده الحكاية جد. بتحبي وتعشقي من ورايا عنبة؟ لا وجايباه وراك لحد هنا؟ ايه؟ عايزة تطيري مني الكوميسيون يا بنت؟ أنا خلاص قرفت يا زغلول قرفت. قرفت من إيه يا روح أمي؟ عليا يا بنت. ارحمني بقى. طلعني يا من المعروف. لما تشوفي حلمة ودنك يا روح امك. اسمعي يا بنت، انا كنت ناوي اريحك يومين ثلاثه، لكن ما دام الحكايه كده من بكره الصبح تنزلي الشغل ورجلك فوق رقبتك. بيتها موزه. نعم يا معلم. تاخديها بكره معاكي مشوار زينهم، وتاخدوا الواد النص معاكم، وعلى الله يحصل حاجه كده ولا كده تبقى انت اللي جبتي روحك يا عنبه. مش هشتغل يا زغلول، وعلى ما بخيلك اركبه. قصار يا بنت وكتمي. مش هتكتم يا زغلول. لا هتنكتم يا عنب. يعني ايه؟ زوغت مني يا معلم، عدتني في ايدي المضروبه وهربت. راحت فين يعني؟ انا مش عرفني، دورت عليها في كل حته. رحت لها عند البيت شويه؟ رحت لها يا معلم، ما سبتش خرم ابره لما دورت عليها فيه. ده انا هخلي ناس تروحوا لي تقبوا وتغطسوا وتجيبوها لي بتاع تعطيل ارض، فاهمين؟ ازيك يا عنب؟ فينك يا بنت محدش بيشوف؟ بالله يا لواحظ، انا كنت قصداكي في خدمه. اموري يا حبيبتي. محتاجة 10 جنيه وهردهم لك على طول. مالك يا عنب؟ ما بقتش طايقة العيشة معاه. وناوية تعملي ايه؟ في جماعة قرايبي في طنطا، هسافر لهم أتوا عندهم 2 3 يوم. أنا خلاص ما بقتش قادرة. وده اسمه كلام ده يا حبيبتي؟ حد يسافر كده في نص الليل؟ قومي قومي يا أختي والصباح رباح. قومي يا حبيبتي استريحي، قومي. خشي يا حبيبتي ارتاحي. ارتاحي يا حبيبتي، البيت بيتك. أنا زهقت وتعبت، تعبت قوي، مش عارفة أعمل إيه، مش لاقية حتة أروحها، وزغلول مش عايز يعتقني. لازم نفكر بعقل يا أزهار. أنت قاعدة فين دلوقتي؟ من ساعة ما هربت منه وأنا بلف على رجليا، خلاص مش قادرة. الدنيا اسودت في عينيا، كل ما اروح حته يتهيأ لي انه هيطلع لي منها. مفيش حد غيرك يقدر يحميني منه. ايوه يا سهر، بس المشكله دلوقتي ان ده جوزك. انا هقعدك في لوكاندا، ما يقدرش زغلول يهود ناحيتك. ما تخافيش، انا هعرف اتصرف معاه. مش عايز اسمع صوتك. ادخل. تمام يا فندم. زغلول درويش ابو شنب. طيب اتفضل انت. ابو شنب، يا صباح الفل يا رؤوف بيه. يا زغلول، ايه الحكايه؟ يا رؤوف بيه، يا رؤوف بيه القضيه في شنك. خليك مكانك واتكلم بأدب احسن لك. حاضر يا رؤوف بيه، حاضر. زغلول يا بيه، انا كنت بتعشى انا والاسواني وكافي خير شري، لا كان في لكاني ولا ماني. تجرجرون على ملأ وشنا بمناسبه ايه يا بيه؟ اسمع ابو شنب، ما تنساش ان انا اقدر احطك في السجن حالا. ليه يا سعاده البيه كفال الشر؟ ما انا صح سليم اهو، انتوا ماسكين عليا حاجه؟ ايوه. ايه يا بيه؟ فاتح بيتك للدعاره والتهمه ثابته عليك انت والستات اللي معاك. يعني المره دي فيها 5 سنين على الاقل مع النفاذ. ليه بس يا رؤوف بيه؟ ما الطيب احسن. طلق ازهار. ازهار مين يا سعاده البيه؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ما تستعبطش يا ابو شنب، بطل امور الهبل دي ورد عليا كويس. هبل ايه بس يا سعاده البيه؟ ده انا غلبان. هتطلقها دلوقتي حالا. دي مراتي يا سعاده البيه، ما اقدرش استغنى عنها ابدا. هتطلقها ولا لا؟ هطلقها يا رؤوف بيه، هطلقها. كنت بعرف اخبارهم من بعيد، وفي يوم عرفت ان ابويا مات وامي ماتت بعده ب2 شهر. انا عارف انك اتعذبت كتير. معلش يا ازهار، من هنا ورايح محدش هيقدر يجي جنبك ابدا. انت تقعدي في اللوكاندا لغايه ما الاقي حل. صباح الخير يا راشد بيه. صباح الخير. خدامك زغلول ابو شنب جوز بيت العنبه. عنبه؟ عنبه مين؟ البيت الغلبانه اللي خلصها رؤوف بيه في المحكمه. طب عايز ايه؟ بقول يا بيه الكلام مش هينفع هنا، اصله كلام كبير كبير قوي. تعرف لو الكلام ده طلع كده انا هوديك في 60 داهيه. كذب ازاي يا سعاده البيه؟ حد يفتري على مراته وعالم؟ انت متاكد ان رؤوف هو اللي ورا الحكايه دي؟ امال خياله يا سعاده البيه، ده كبس علينا في البيت هو والبوليس وغصب عليا طلقها. خدها مني غصب عني يا سعاده البيه. عنبه مراتي، ماليش غيرها في الدنيا. يا عنبه يا مراتي. هو الكلام ده حصل امتى؟ من 2 جمعتين يا سعاده البيه، ومن ساعتها مش لاقي اي فرصه عشان اقابل حضرتك. 2 مرات والله يا سعاده البيه، ورجليا تروح على باب النادي اشوف حضرتك قاعد مع البهوات والمجتمع الراقي، اقول يا ده زغلول عيب، بلاش فضايح. حاكم انا افهم في الاصول برضه يا سعاده البيه. وهو خدها فين دلوقتي؟ خد لها شقه في الهرم. هو حضرتك ما شمتش حاجه؟ ايه خاص؟ ما تاخذنيش يا سعاده البيه، اصل من يوم ما خدها مني عيني ما شافتش النوم. انت متاكد من الكلام ده؟ الا متاكد، هو انا ورايا غيره؟ اسمع، انت تمشي من هنا حالا، واوعى اشوف وشك هنا تاني. ماشي كلام البهوات، ويوم ما تعوزني توصل الغفير طول ابو شنب. 1000 من يدلك. سلام يا جنتل. خايفه الناس ما تسيبنيش في حالي يا رؤوف. محدش له عندك حاجه، كفايه اللي عملوه فيكي يا زهر. كل شيء متوقف عليك انت. نفسي اصدقك. يخص عليك يا أزهار، كل ده ولسه مش مصدقاني. انا اصلي بقيت اخاف من الكلام الحلو. من هنا ورايح مفيش خوف، طول ما انا جنبك ما تخافيش. انا مضطر امشي دلوقتي، وهجيلك بكره بعد الظهر. رؤوف، انستونا شرفتونا يا جماعه. وسلمونا على رؤوف بيه، والله كان نفسنا نشوفه ونقعد معاه. احنا متاسفين قوي، ده الظاهر جاله شغل مفاجئ. والله ده هيزعل قوي لما هيرجع يلاقيكوا خرجتوا. معلش، احنا مقدرين شغلنا. مع السلامه. عاجبك كده يا بابا؟ علشان كل مره تبقى دافع عنه. معلش يا بنتي، معلش، الغايب حجته معاه. معلش، كل مره معلش، دي ما بقتش عيشه دي. دلوقتي ليه يا رؤوف؟ انت مش عارف ان عمر كان جاي مخصوص عشان يقابلك؟ كان معايا يا جماعه اصحابي ما شفتهمش من زمان. اصحابك؟ اصحابك دول يطلعوا مين؟ ناس حضرتك ما تعرفهمش. اسمع يا رؤوف، ما تفتكرش اني مش عارف عنك كل حاجه وفاهم كويس قوي قوي ايه اللي انت بتعمله. انت عايز تقول ايه يا عم؟ عايز اقول حكايه البنت دي اللي مش عايزه تنفض ابدا. انا طول عمري اقول ان رؤوف راجل عاقل ويقدر المسؤوليه، يعني خاف على نفسك وعلى اسرتك والمركز الحساس اللي وصلت ليه. ممكن حضرتك توضح اللي عايز تقوله؟ لا انت فاهمني كويس. قصدي اقول اترافعت عنها في المحكمه بحيثيات هزيله وقلنا معلش اهي وجهه نظر، لكن كمان تطلقها من جوزها غصب عنه وتأجر لها شقه؟ فاضل ايه تاني؟ ان اوفر لها حياه شريفه زي بقيه خلق الله، ولا ده مش من حقها؟ يعني هو انت يا اخي اللي هتصلح الكون؟ يا راشد بيه انا غلطت غلطه وبحاول اصلح غلطتي، وانا ما اسمحش ابدا ان بنتي تستمر حياتها بالشكل ده، وانا ما اسمحش لحد انه يتدخل في حياتي بالشكل ده. دلوقتي بقيت بتدخل في حياتك يا رؤوف بعد كل اللي عملته علشانك؟ نسيت ايام زمان يا رؤوف الاوضه اللي فوق السطوح؟ الحق عليا اللي انقذتك من الجحر اللي كنت عايش فيه. كنت سعيد على الاقل. يا ريتك كنت سبتني. من ساعة ما دخلت بيتك ده وانا حاسس اني في سجن بدفع تمن غلطتي، بدفع تمن ضعفي واستسلامي ليك، وانت السبب يا راشد بيه. عشان تعمل مني زوج على المقاس، زوج تفصيل، زوج بمواصفات خاصة زي ما انت عايز. حرمتني من الحياة البسيطة اللي كنت عايش فيها. عرفت ليه؟ وانت كنت بتقول ولا كنت بتحلم؟ انا ما اتجوزتكش غير عشان خاطر بابا. شفت يا دكتور؟ جالك كلامي؟ عشان تعرف ان انت ارتكبت اكبر جريمة ممكن يرتكبها بني ادم. قضيت على اتنين، عملت اللي انت عايزه مش اللي هم عايزينه. لكن اطمنا يا ست هانم، انا خلاص فقت، فقت من الكابوس اللي كنت عايش فيه. ارجوكي تسيبيها دلوقتي. اسيبكم ازاي يا بابا؟ ده مش ممكن اللي بيحصل دوت، انا مش ممكن اعيش مع البني ادم ده تاني. اطمنا يا ست هانم، انا خلاص ماشي لاني طقت. خليسي المفاتيح العربيه يا دادي. طمني، انا سبتهم فوق وبكره هبعت حد يلم كل اللي ليا هنا. مين؟ انا يا زهر. خير يا رؤوف، ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه الشنطه دي؟ انا خلاص سبت البيت. قول لي بقى يا ابو شنب، هتعمل ايه؟ شوف بقى سعاده البيه، بصراحه كده البت عنبه بالنسبه لي فرخه وبتبيض دهب، وعشان كده لا مؤاخذه هقول لك اللي في مصلحتي وفي مصلحتك، بس قبل كل حاجه اطمن انك تحميني. يا حياري اطمن، مالكش انت دعوه. حاكم ولا مؤاخذه، جوز بنت حضرتك ده لبط انت ما تعرفوش. ما تخافش من رؤوف، بس انت كمان ما تزودهاش يا ابو شنب. هو نصيبه بقى يا سعاده البيه، الحاجات دي بتيجي بظروفها. ده مش مجرد نقل يا رؤوف، دي ترقيه. سيجاره. متشكر يا فندم. انا ظروفي ما تسمحليش اني انفذ النقل ده، عندي ارتباطات هنا ما اقدرش اسيبها. على العموم القرار صدر خلاص، وسياده الوزير مضى. انا اسف اقول لك يا فندم ان النقل ده هيهدي لي حاجات كتير حاولت ابنيها. غريبه، امال راشد بيه كان مفهمنا غير كده ليه؟ راشد بيه؟ راشد بيه مش ولي امري. على العموم دي مسائل خاصه بينك وبينه، المهم دلوقتي تنفذ النقل فورا. يا فندم انا وضحت لسيادتك موقفي، وللاسف مش هقدر انفذ. بس انت كده يا رؤوف بتخالف القانون. انهي قانون يا فندم؟ القانون اللي بيرغم الانسان انه يعمل حاجات مش مقتنع بيها، انه يعيش حياه مش حياته. يا رؤوف امر النقل ينفذ، والا اعتبر نفسك محل التحقيق. أزهار، أزهار، أزهار. عبد الله، عبد الله. أيوه يا بيه. الست راحت فين؟ في جماعة بلديات جم خدوها. إمتى الكلام ده؟ يجي كده من ساعتين. وبعدين معاك يا عنبة، اللي بتعمليه ده مفيش منه فايدة. ياما غيرك كتير عملوا اللي انت بتعمليه وما نبهمش غير البهدلة. اسأليني انا. سيبيني في حالي يا نعمة. الله يخليكي. يا عنبة، يا عنبة المعلمة شربات ما بترحمش، دي مش زي زغلول ابو شنب. هو فين يالا؟ اهلا. خطوة عزيزة يا اكسلانس. أزهار فين يا راجل انت؟ أزهار مين عدم المؤاخذة؟ أزهار فين يا زغلول ابو شنب احسن لك. قصدك البت عنبة طليقتي؟ هي عدم المؤاخذة مش عندك؟ بلاش لف ودوران وقول لي أزهار فين. الله 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 الله، جرايه يا اكسلانس، هتمسك في خناقة ولا ايه؟ ما تتحول على الخناقة. هي فين ولا اشرب من دون ما ترقبتك؟ انت هتعمل ايه؟ تشرب السهام؟ ارد عليا. انا بنتي بنتي انا عبيد بارد وجود وفي قفص هتغني لي ونهفها شوط تجيلي وتقولي يا عيني يا ليلي ضحكت عليا بتاعت اللون ضحكت عليا بتاعت اللون يا بتاعت الشاي بتاعت اللون انا بنتي بنتي انا عبيد برق وجود ويلك من الله يا قاسي يا قاسي اللي ظالمني تحرمني ليه من حبيبي وتحرمه مني وتبيعوا شباب ورخيص وتهين وتهني هي القلوب الوفية تنشري بالمال هي القلوب الوفية تنشري بالمال يا رب يا رب قويني يا رب قويني بقدرتك عالظلم ده تعيني عالظلم ده تعيني عالظلم ده تعيني يا ليل يا ليل عين يا ليل يا ليل يا بتاعت الشاي يا بتاعت اللون انا بنتي بنتي انا عبيد برد الحقيقه رؤوف مزودها حبتين وانا حبيت اراجع سيادتك قبل ما نتخذ معاه اي اجراء. والله يا سالم بيه الحقيقه رؤوف اليومين دول اعصابه تعبانه قوي. انا بلغني من كام يوم انه اتخانق مع واحد قوات وعملوا له محضر تعدي في الاسم، ولولا ان الظابط النبطشي جه في الوقت المناسب وتعرف على شخصيته كان بات في الحجز. اعمل ايه بس يا سالم بيه؟ والله انا غلبته معاه، لكن برضه مهما كان ده واحد مننا. يا سعاده البيه انا سمعت حاجات كتير قوي. انا سمعت انه على علاقه بواحده. لا دي حكايه طول شرحها يا سالم بيه، لكن معلش يا اخي الخدمه هطلبها منك، اديله فرصه، اوعدك انه هيرجع زي ما كان واحسن. يا معلم زغلول يلا الجدع بتاع النبي جايب عليك يابا يا خبر اسوح اقعد يا جدع انت اهو خليك بطراحك الكلام ده كان زمان وجبر ارجع انت مكانك يلا حاضر يا معلمه افتح الباب يا ام عباس ده رؤوف فين يا معلم اهلا يا اكسلانس شرف مش تعرفنا بالاكسلانس يا ابو الزغاليل سيادته يا سيدي يبقى مجنون عنبه يبقى هو ده بسلامته اختشي يا وليه عيب الله بلاش مياصه قومي خشوا جوه ما عندناش نسوان تبان على غرب ولا اقول لكم اقعدوا اقعدوا ما خلاص بقينا نسايب زغلول ما تقعد يا رؤوف بيه رصي له يا بنت كرسيين بس حبشيهم انا جاي لك في كلمتين وماشي مش لما تشد لك نفسين عشان الكلام يحلاوي والقعده تحلاوي زغلول عيون ابو الزغاليل انت بني ادم انت ما عندكش قلب وهو انا اللي مضيعني غيره انا ما عنديش قلب ده انا لما شفتك متشحت في حلبتي سبتها لك وقلت ضحيتها لا يا فداك حلوه انا فداك دي قوي يا ابو الزغاليل وهعيش على ذكراك زغلول ارجوك تسمعني انا محتاج لها وهي كمان محتاجالي. انت اكيد جواك بني ادم وتقدر تفهمني. يا زغلول انا سبت كل حاجه عشانها. خليكوا شاهدين يا جدعان، البنت تربيتي بقى لها سعر والناس بتجري وراها. طب وحياتك تصدق بايه؟ البنت دي ما كانتش تسوى نكله قبل ما اوضبها ولا احلحها. انا عايز اعرف هي فين دلوقتي؟ خدها الغراب وطار. انت كنسك ايه؟ مخلوق من ايه؟ مش بني ادم؟ لا بني مزار. على اي حال يا ابو شنب انا مش هسيبك ابدا. البرطوشه دي فاكره نفسها في ايه؟ واد يا محروس، اوامرك يا معلمه. خليك قريب من كده. جايه بيه؟ انت جايه هنا تقعدي ولا مقدمه على اجازه؟ انت عايزه مني ايه؟ ما تسيبيني في حالي. اسيبك ده يا عمر؟ قومي يا بنت فدي، امشي نجري روح شوف شغلك. لا انا قايمه ولا انا شغاله كده. طيب هذا محروس. اوامرك يا معلمه. البت دي بترد عليا. بترد على المعلمه يا بت؟ المحروسه قال ايه؟ مش عايزه تشتغل؟ لا اذا كان كده نبقى نوريها اللي ما شافتوش. انا ما عنديش حد يقول لي لا ابدا، ولا تكونيش فاكره نفسك لسه عند زغلول. خلي بالك هذا نص، انا راجع على طول. السلام عليكم. انا يا معلم. مع السلامه. مع السلامه يا معلم. الف سلامه. الف سلامه. الله ده الحكايه باين عليها جد. طب تعالي بقى يا بنت الرافضه دي بقى. اي يا بنت المسعوره. يا معلمه شربات، يا معلمه شربات. ايه يا معلمه؟ انت مدخلاني مع كلبه مسعوره ولا ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل يا أرنوتي بيه؟ عضتني بنت الرافضه. ايه هو؟ انا مش بندفع فلوس ولا ايه الحكايه؟ طب معلش اهدى يا أرنوتي بيه. اهدى ازاي بس؟ اهدى ازاي؟ معلش اهدى. الله تفتح يا حاضر يا معلمه. لو استنى اللي بتخبط يقوم اول بالك انا جاي اهو. اهلا بالمعلم زغلول. اهلا يا معلم. المعلم زغلول يا معلمه. اهلا. تعالى هنا يا زفتني. ايه المصيبه اللي انت جايبها لي دي؟ اسمع انت تاخدها من هنا حالا. الله ما تستني بالله يا معلمه، استني عليا وانا هربيها لك. خش انت جوه. محروس. خلصوا عليه. الواحد بيدفع فلوس عشان يجي يشوف مزاجه وينبسط ولا يشوف المناظر دي؟ يا شيخ اتليه على عينك انت راجل. تعالى هنا يا سيدي فتين. ايه الحكايه؟ مين اللي كنتوا بتضربوه ده؟ ما هو ده الست اللي بيزن على دماغ البيت وعايز يلهفها مننا. ايه؟ عايز يسرحها هو كمان؟ مدور دماغ البيت. والله يا بوز الاخس انت ما بيجي من وراك غير وجع الدماغ. معلش يا معلمه كلها كام يوم وهطرقها. بس لو ما كانتش البت حلوه كنت طردتها من زمان. يلا بقى. يا عنبة كلي ماليش نفس. وبعدين في اللي بتعمليه في نفسك ده انت كده هتموتي روحك. اعملي معروف سيبيني في حالي. اسيبك في حالك ازاي؟ ده انت بقالك يومين ما دقتيش الزاد. قومي يا عنبة براحتك. يا معلمه البت راسها وألف برتوشه ما تصدع اللقمه. طب روحي انت واجب. قشطه يا معلمه. البت دي حكايتها يا زغلول. سيبيها تتفلق يا معلمه. بكره لما تجوع وروس هتاكل غصب عنها. هي دي اول واحده تزرجل وتعمل كده يا معلمه ولا ايه؟ طيب أزهار إيه عملت فيك كده؟ ده أنت شكلك تعبان قوي. شربت خرجت وسابت الاتنين معايا يهرسوني. كانوا مسطلين على الاخر. ما صدقت غفلتهم وهربت. برافو عليك يا أزهار. بكره ان شاء الله اول حاجه نعملها نروح القسم نعمل محضر عشان ما حدش يقرب لك تاني ان شاء الله. بس ريح نفسك انت دلوقتي والصباح رباح. انا خلاص استريحت لما شفتك. أستاذ رؤوف موجود؟ أيوة يا فندم. نقول له مين؟ قولي له حماه. مين يا أزهار؟ أيوة يا رؤوف. اتفضل. اتفضل حضرتك اتفضل. رؤوف. مين يا أزهار؟ اهلا يا دكتور راشد. ازيك يا رؤوف؟ انا قلت اجي اطمن عليك، يمكن اعصابك تكون هديت وتكون فوقت لنفسك. لو عندك حاجه تانية انا مستعد اسمعها، والا انا اسف. رؤوف الظاهر انك مش مقدر عقل اللي بتعمله. انت موقفك في الشغل اصبح حرج جدا واصبحت عرضه للفصل. ما يهمنيش. اسمح لي اقول لك ان ده كلام انسان مجنون، انسان بيحطم نفسه. وعشان مين؟ عشان واحده ضايعه، واحده. يا دكتور ما تنساش انك في بيت الانسانه اللي بتتكلم عنها، وما تنساش انك في يوم من الايام سرقتني منها عشان مصلحه بنتك. يعني كان زمانها دلوقتي انسانه محترمه، ويمكن اول واحد يحترمها كان هو انت. انسانه منحرفه خرجت عن القانون بارادتها، يعني ما تستحقش منك كل التضحيه دي. يا دكتور راشد انا مش قادر افهم ازاي راجل قانون زيك يحارب انسانه ضعيفه بالضراوه والوحشيه دي. انسانه كل املها في الحياه انها تلاقي فرصه ترجع وتعيش زي بقيه الناس. مش مشكله القانون انها تعيش او تموت، مشكلته انه يحافظ على القيم ويعاقب كل منحرف. اي قيم دي اللي بتتكلم عنها؟ مش جايز القيم دي يا دكتور راشد تكون قيم غلط. اي قيم تقف ضد رغبه انسانه في انها تعيش شريفه دي تبقى قيم مزيفه وحقيره. ما تنساش اني اب بدافع عن حياه بنتي وكيانها، حتى لو الكيان ده مبني على الكذب والخداع، حتى لو كان مبني على شيء اجوف ملوش معنى. هو ده اللي انت عايز تحافظ عليه يا دكتور؟ اسمع يا رؤوف، انا مش عايز فلسفه وكلام فارغ. فوق لنفسك وسيب البنت ديت وارجع البيت. في حاجه تانيه؟ هتندم يا رؤوف، هتندم قوي. اتفضل. انا الحق عليا اللي عملتك بني ادم ورفعتك من الحضيض اللي كنت عايش فيه. دكتور راشد نسيت اقول لك حاجه مهمه. بنتك طالق. بس يا بيه دي عمليه مش سهله زي ما حضرتك فاهم. احنا الحاجات الخفافه اللي نقدر عليها عملناها. وانت كمان مش قابض قليل، ولا تحب اشوف حد تاني؟ كلام ايه ده يا راشد بيه؟ ده انا رقبت سداده. وامتى هتنفذ؟ على طول يا سعاده البيه. بس طمني الاول، هو خلاص ساب الخدمه؟ ايوه سابها. يعني خلاص ما بقاش فيه لا هيلمان ولا طيلسان ولا تمام يا فندم ولا الحاجات دي. اما عجايب يا ناس. طب وعشان ايه ده كله؟ حقيقي العقل زينه. الله، اسمك منور عليها. الف مبروك يا رؤوف، الف مبروك. مبروك عليك يا أزهار. انا هخرج دلوقتي، وفي خلال ساعة هتبقي حرم رؤوف حسين المحامي. وهتتأخر. مش هتأخر. ايوه. مش شقة الأستاذ رؤوف حسين المحامي؟ ايوه فندم. الأستاذ موجود؟ لا والله. انا اصل كنت عايزه في قضيه مهمه جدا. طيب اتفضل يا فندم، اتفضل حضرتك. ميرسي قوي. اتفضل. هو مش هيتاخر، يعني جاي على طول. اتفضل ارتاح. ميرسي قوي. اهلا وسهلا. ثانيه واحده. ايوه. ودي شقتك؟ ايوه دي شقتي. طب اتفضل معانا. في ايه يا حضرة الظابط؟ انا مش فاهم حاجه. امر ضبط واحضار. أزهار أزهار كلاب. خلاص يا استاذ خدوا بره. النيابة تتفضل. سيدي الرئيس، إن المتهمة الماسلة أمام عدالتكم لهي خير مثال للمرأة الآثمة والمصرة على الإثم. لقد سبق القبض عليها في عدة جرائم مشابهة، ومنحتها عدالة المحكمة فرصة لتعيش حياة شريفة، ولكن للأسف يبدو أنها استمرأت هذه الحياة وتعودت عليها، فعادت مرة أخرى لممارسة الدعارة دون وازع من ضمير أو أخلاق. سيدي الرئيس، إن النيابة لا تملك إلا أن تلتمس توقيع أقصى عقوبة عليها، لعل ذلك يكون رادعا لها ولأمثالها من المنحرفين. وشكرا. الدفاع. سيد الرئيس، قد يبدو موقفي للوهلة الأولى غريبا ومجافيا للمنطق، وهو على أي الأحوال موقف لا أحسد عليه. في مرة سابقة كانت موكلتي متهمة ومقبوضا عليها في حالة تلبس حقيقية. حين ذاك كنت في موقع آخر كما وأنكم تعلمون، ولقد قمت حيالها بما يمليه الضمير الإنساني والمهني، وطلبت لها من عدالة المحكمة الرأفة في الحكم. وأما في هذه المرة فإني أطلب لها البراءة. ليس هذا فقط، بل أطالب بإدانة ومحاسبة من أمر بإلقاء القبض عليها، وألتمس من عدالتكم سؤال أولئك الذين يرفضون لها أن تعيش حياة شريفة. لماذا يقفون في سبيلها؟ لماذا يريدون لها الضياع؟ إن القضية كلها ملفقة. الشخص الذي وجد بالشقة أثناء القبض عليها شخص مدسوس من أناس لهم مصالح أقل ما توصف به أنها مصالح دنيئة. وسؤالي الآن، ما الذي يدفع إنسانا في يوم زواجها إلى ممارسة الدعارة؟ ذلك المرض الذي كانت قد شفيت منه منذ مدة طويلة. لو أنها كانت تريد أن تسلك هذا المسلك لتركت المنزل الذي آواها وأحسن إليها، وذهبت إلى وكر من تلك الأوكار التي تعرفها الشرطة جيدا. إن واجب الشرطة الآن هو البحث عن المجرم الحقيقي الذي لفق هذه التهمة، وإلا كانت الشرطة أداة تنفيذ لقانون غاشم يسلب الإنسان حقه في أن يعيش حياة شريفة. لهذا أطلب من عدالتكم إعادة التحقيق في هذه القضية ومحاسبة المسؤول عن إصدار الأمر بإلقاء القبض على موكلتي. سيادة الرئيس، إن كل ما يقوله الدفاع لهو من قبل الفرقعات اللفظية التي لا تصمد لأبسط مناقشة موضوعية. وللأسف فقد كان يعمل سابقا في سلك النيابة ويعرف جيدا مدى سلامة الإجراءات. لقد صدر الأمر بإلقاء القبض على المتهمة بعد التحريات الكافية والدقيقة التي تشهد بكفاءة رجال الشرطة في أداء عملهم والسهر على حماية المجتمع من الخارجين على القانون. سيدي الرئيس، كلنا نعرف أن المتهمة لها ملف سابق وضبطت أكثر من مرة في قضايا مشابهة، بل وصدرت ضدها أحكام، وتحريات الشرطة وشهادة الشهود والقبض عليها في حالة تلبس، كل هذه أدلة مادية لا يمكن إنكارها. ولنترك كل هذه الأدلة رغم ماديتها وصراحتها جانبا. إن وجود المتهمة في شقة الدفاع دونما زواج وهي من أرباب السوابق لهو في حد ذاته دليل على إدانتها. إن النيابة لا تملك إلا أن تلتمس توقيع أقصى عقوبة على المتهمة. وشكرا. الدفاع عايز يضيف حاجة؟ كل ما أطلبه من عدالتكم هو حسن تقدير الموقف الشائك الذي وضعت فيه موكلتي. إن قراركم قد يترتب عليه ضياع إنسانة. كل ما تطلبه من الحياة هو أن تعيش وبشرف. ترفع الجلسة للمداولة. عنايات ابراهيم متولي. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عنايات ابراهيم متولي بالسجن 3 سنوات مع النفاذ. رفعت الجلسة. تحيا العدل.